الله اكبر الله اكبر، والله ان انتوا وشكم حلو عليا. الله اكبر الله اكبر الله اكبر، القطعه المفقوده. طيب حقيقه الامر بقى ان انا ضيعت قطعه اللي هي بتبقى قطعه فل كده، يعني مش كده في الفض اللي بتساعد على كتم صوت الهواء. فأنا ده سبتمبر اللي جاي. الله أكبر الله أكبر، والله إن أنتوا وشكم حلو عليا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، القطعة المفقودة. يا سلام يا سلام يا سلام، أنتم وش السعد. يا سلام، والله إن أنا انبسطت، والله إن أنا انبسطت. الميكروفون يا اخوانا لسه طالع من العلبة، ما لحقتش افرح بيه، والقطعة دي وقعت، نرجعها تاني مكانها. هو هنا الميكروفون، فالمفروض ان دي تركب كده. الحقيقة عيب خطير طبعا انها تقع بالسهولة دي، مش عارف، هحاول الاقي طريقة لتثبيتها احسن من كده. وشكو حلو عليا. يا سلام، والله ان انا سعيد. فكنت بقول اني ان شاء الله الفترة اللي جاية دي المخطط، انا الحقيقة ظروفي الشخصية يعني ملخبطة شوية، ولكن اذا التخطيط يعني اذا احنا بنخطط والمشيئة بيد ربنا سبحانه وتعالى، اذا ربنا شاء ان شاء الله اخر سبتمبر نعمل رحلة.